صباح الخير إيهاب. صباح الخير لك داليا. صباح الخير فرح. صباح الوطن الجميل. وصباح الخير في ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية الخالدة والمجيدة. نعم اليوم نحن والآن متواجدون في مدرسة خالد بن سعيد الأساسية للذكور. هي من أقدم المدارس على مستوى محافظة طول كرم، لكنها اليوم كما احتضنت سابقا إحياء أو لنقل الذكرى وعد بلفور المشؤوم في ذكراها المئوية، هذه الذكرى الحزينة، اليوم تحتضن ذكرى سعيدة بانطلاقة الثورة الفلسطينية 53، وهي الانطلاقة نحو الدولة والعاصمة القدس الشريف. اليوم كما تشاهدون خلال لحظات قليلة ستبدأ فعاليات إحياء ذكرى الثورة الفلسطينية المجيدة 53 هنا في مدرسة خالد بن سعيد بحضور كبير ومن جميع المؤسسات الرسمية والأهلية وكافة فعاليات محافظة طول كرم. سنتحدث عن طبيعة هذه الفعالية المركزية على مستوى التربية والتعليم مع الأستاذ نزيه نصر الله النائب الفني لمدير التربية والتعليم في محافظة طول كرم. صباح الخير لك أستاذ نزيه. صباح الخير لك ولكل المشاهدين ولكل أبناء فلسطين، هذا الوطن الغالي علينا جميعا في هذه الذكرى العزيزة على هذا الشعب وعلى الجميع. نعم يعني اليوم أنتم كنتم قد قمتم بكل ما هو متاح ومناسب من أجل تحضير لهذه الفعالية على مستوى التربية والتعليم. نتحدث قليلا ما طبيعة هذه الفعالية، كيف ستحيون الثورة الفلسطينية 53؟ نعم أخي إيهاب، بداية على وقع نهاية عام ومولد آخر وعلى وقع ذكرى الانطلاقة، هذه الانطلاقة المجيدة التي نعتز ونفتخر بها، نسأل الله سبحانه وتعالى الخير لفلسطين ولأبناء فلسطين كافة. وإحياء لهذه الذكرى أي للذكرى 53 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المشرفة، نقوم الآن نحن في مديرية التربية والتعليم بإحياء هذه الذكرى من خلال فعالية مركزية تقام في مدرسة ذكور خالد بن سعيد الأساسية في محافظة طول كرم. وقد أحيت جميع مدارس هذه المحافظة منذ هذا الصباح هذه الذكرى من خلال الحديث في الإذاعة المدرسية عن هذه الذكرى وعن النضال وعن الكفاح وعن الدور الريادي لهذه الانطلاقة ولهذه الثورة. وشاركت أيضا الفرق الكشفية والإرشادية في مراسم رفع العلم الفلسطيني، ونحن بعد قليل سنقوم ببدء هذه الفعالية الوطنية إحياء لهذه الذكرى، وسنبدأها بمراسم رفع العلم ومن ثم بالحديث عن هذه الذكرى المجيدة، هذه الذكرى المشرفة، هذه الذكرى الخالدة. نعم يعني أنتم في التربية والتعليم أين يكمن دوركم في تعريف الطلبة وتعريف السياق التعليمي في فلسطين بهذه الذكرى من ناحية أهميتها للشعب الفلسطيني الآن مخرجاتها في إقامة الدولة وعاصمة القدس الشريف؟ نعم تعي التربية والتعليم بشكل عام دورها في إيصال وتعزيز الثقافة الوطنية لدى طلبتنا في جميع المجالات، فنحن نقوم بإحياء جميع المناسبات الوطنية في مدارسنا وجزء كبير منها ستكون فعاليات مركزية، وهنا اليوم نقوم بإحياء هذه الذكرى وهو جزء من الواجب الوطني علينا. ودائما نطلب من مدارسنا تخصيص الإذاعة الصباحية اليومية في الحديث عن المناسبات الوطنية في جميع المدارس. نعم طبيعة الحضور اليوم، أنا تحدثت قبل قليل أن الحضور من كافة المؤسسات الرسمية والشعبية، من الآن سيشارك، من سيحضر، متى ستنطلق فعليا الفعاليات لديكم؟ نعم الحضور اليوم سيكون من المؤسسات الرسمية والشعبية والأهلية والمدنية في محافظة طول كرم. هؤلاء
القادة، هؤلاء القادة الذين يحضرون دائما أينما اقتضى الحضور، ولهم دائما كل احترام وتقدير في عند التربية والتعليم في محافظة طولكرم، لأنهم دائما يشاركون في كل المناسبات. واليوم سيكون الحضور من المحافظة ومن جميع المؤسسات وجميع الأجهزة في محافظة طولكرم، بالإضافة إلى مديري مدارس محافظة طولكرم كافة، وبالإضافة إلى مجموعة من المعلمين ومجموعة من الطلبة الأعزاء. نعم، شكرا لك الأستاذ نزيه نصر الله، وأنت النائب الفني لمدير مديرية تربية طولكرم على كل هذه الإفادة، شكرا لك. شكرا. نعم. شكرا لكم أخي هاب. نعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نحيي هذه الذكرى في العام القادم في القدس عاصمة الدولة الفلسطينية الأبدية إن شاء الله. شكرا جزيلا مرة أخرى لك أستاذ نزيه نصر الله، نائب الفني لمدير مديرية التربية والتعليم. إذن داليا وفرح، هذا بما يخص الفعالية المركزية على مستوى التربية والتعليم في هذا الصباح هنا في مدرسة خالد بن سعيد الأساسية للذكور، تحديدا هذه المدرسة التي تعد من أقدم المدارس. ختاما قبل الختام سأتحدث فقط بجزئية بسيطة، أن محافظة طولكرم تستعد اليوم لإيقاد شعلة الثورة الفلسطينية 53 على ميدان الشهيد دكتور ثابت ثابت، وهو في وسط طولكرم بمشاركة من كافة مؤسسات وفصائل العمل الوطني. وبطبيعة الحال هناك دعوة ستبدأ مع ساعات العصر، دعوة عامة للجماهير للمشاركة في إيقاد الشعلة التي ستكون هذه السنة كما قيل لنا أنها السنة تخصص من أجل القدس، من أجل مواصلة الغضب على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشؤول ضد القدس المحتلة، يكون في تمام الساعة 5 مساء هناك. نعم شكرا لك. نعم، سيتوجه المواطنون لأجل إيقاد شعلة الثورة الفلسطينية ضمن فعاليات متواصلة في هذا الخصوص، الفعاليات المقررة أن تقام في كافة محافظات الوطن. ولكن مشاهدينا خلنا نروح لفاصل قصير، نرجع لكم لتكملة فقراتنا.